السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات برمجة 2. يعني استكمالا لملفات اللي هي الفايلز، شفنا احنا المحاضرة السابقة لما شفنا اللي هو هذا الملف بدي احذفه خلاص دونت سيف. شفنا يعني سابقا انه في عندي مجموعة درجات بهذه الطريقة، ممكن تكون مجموعة الدرجات يعني هي بدنا نشتغل تذكير يعني لبرمجة واحد، ممكن تكون بهذه الصيغة. نعمل هيك ونحط فاصلة ما بينهم، تمام، وهي كمان فاصلة، وهي كمان فاصلة، وهي كمان فاصلة، وهي كمان فاصلة. وهي كمان فاصلة. تمام، مجموعة الدرجات الموجودة عندي بهذه الصيغة، تمام. خلاص خلينا نطفي هذا الملف لأنه بيلزمنيش الآن، بس خلينا نرجع للي هو هاي اكزامبل واحد. طبعا هاي السكانر بياخد منه. الآن أنا بدي أشتغل على هذه اللي هي مجموعة اللي هو الدرجات الموجودة عندي. الآن أنا لو بدي أجي أطبعها بقول له اللي هو while in dot has next line، تمام. إذا كانت true بنقول له مثلا اطبع لي اللي هو in.nextLine. طيب خلينا ننفذ هذا الكلام، راح طبع لي كل البيانات هذه. الآن أنا بدي أجيب أعلى درجة موجودة في هذه الدرجات، فإحنا كيف ممكن نشتغل على هذا الشيء أو على هذا اللي هو النص الموجود عندي هان وفي فواصل. إذا بتذكروا في برمجة 2 في تشابتر 2 في موضوع السترينجز، إنه في عندي ميثود اسمها split، والسبلت هذه بتروح تقسم لك اللي هو التكست او السترينج الموجود عندك لاري اوف سترينجز. يعني انا لما بدي اجي اعمل مثلا سبلت، طبعا هذه بخليها اشيلها. الان انا لو بدي اجي اعمل سبلت للكلام الموجود عندي هان راح يروح على هذا الملف ويقص هذه الكلمه او هذا النص الموجود هان، يحط لك اياه في اندكس رقم 0، بعدين في الاندكس رقم 1، اندكس رقم 2، اندكس رقم 3، والفواصل هذه راح طبعا تطير. طيب كيف نعمل هذا الشيء؟ اول حاجه انا بدي اتاكد انه هل في نيكست لاين ولا لا، هل في ان دوت هاز نيكست لاين ولا لا. اذا في انا بدي اقول له انه اعمل لي سبلت، يعني انا بدي اقول له روح لي على اللي هو الاس دوت نيكست لاين، خذ لي اياه واعمل له سبلت. يعني انا ممكن اخزن هذه string line تساوي اللي هو n dot next line، تمام. فانا اخذت النص كله الموجود في النكست لاين مباشرة وخزنته داخل اللاين. الان انا بقدر اروح اعمل اللي هو string array، تمام، وخلينا نسميها مثلا marks. صارت عندي array of او ماركس اري، والموجود فيها عباره عن اللي هو درجات، هي عباره عن اللاين دوت مين سبلت اللي هي السبلت. وبتقول لك كيف بدك تعمل سبلت انت، فبنقول له اللي هو من خلال اللي هي الفاصله. فكل فاصله من عندها اعمل سبلت، والقيمه اللي هي اللي على الشمال خدها وخزنها في الاري، وهكذا وامشي عليهم فأنا هيك رحت عملت اللي هو split للكلام الموجود عندي وخزنته داخل اللي هو الماركس، تمام. فصارت في عندي array أو string array واسمها ماركس، موجود داخلها جميع اللي هو الدرجات. أنا ممكن يعني استكمالا للي هو المثال السابق، يعني ممكن نقول له اللي هو الماكس بدي إياها تكون بصفر، وأروح أمشي على مين، على الarray، أقول له for each طبعا اللي هو string ام في اللي هو الماركس اري، روح بدي اياك هلك تحول لي الدرجه اللي هي انت مارك تساوي انتجر دوت بارس انت، بارس انت ل اللي هو الام، حول لي اياها لانتجر. وهنا بدي اياك تروح تقارن هل انه اف اللي هو المارك اكبر من الماكس، وروح
احط لي الماكس تساوي اللي هو المارك كويس. هذه نهاية اللي هي الفور لا الاف ستيتمنت، هذه نهاية الفور لوب. الماكس موجودة عندي هنا بعد في آخر اف ستيتمنت، يعني هنا ممكن أقول له اطبع لي ماكس مارك زائد اللي هو الماكس. خلينا ننفذ هذا الكلام ونشوف. راح قال لك الماكس عندي 99. عشان نتأكد ممكن أجي هنا أقول له حول لي هذه مثلا، خلينا نحكي إنها مثلا 85. خلينا نشوف إيش بده يسوي، نحفظها ونشيل ونحاول ننفذ كمان مرة. قال لك 88 معناته اشتغل. فيعني في أكثر من طريقة ممكن الواحد يتعامل مع البيانات الموجودة عندنا. طبعا كل خلوا بالكم اللي هو الجافا عندنا عبارة عن شيء تراكمي، يعني مش إنه اليوم تتعلم درس خلاص خد لك تطبق عليه، لا كل حاجة تعلمتها برمجة واحد وبرمجة اثنين كلها مطلوبة منك. هذا الكلام أنا كله بدي أخذه وإيش أعمل فيه، أعمله عشان يضل عندكم الكود يعني. وهنا نقول له هيك عشان نبدأ الشغل تبعنا. طيب هذا بالنسبة للي هو خلينا بس نكتب لكم هنا هنت انه فور ماركس ستورد از مثلا 99 88 50 60 يعني بهذه الصيغة. تمام. طيب الان احنا بدنا ندخل في الموضوع الجديد. الموضوع الجديد تبعنا اللي احنا بدنا نتكلم عنه في هذه المحاضرة اللي هو موضوع الكتابة على ملف. طيب الآن أنا بدي تعلمنا كيف نقرأ من ملف، كيف نشتغل على الملف. الآن بدنا نشوف كيف أنا بدي أكتب على هذا الملف. عندي ملف من الملفات الموجود عندي، خلينا نقول فايل تساوي نيو فايل، ونقول إنه سي تيست إكزامبل دوت تكست. طيب وفي عندي كمان سكانر، او السكانر حتى مش راح تلزمني الان. في عندنا ايرور، ايش بنقول الليجل اسكيب كاركتر. هي لاحظ انت لو كتبت واحده منهم راح طلع لك ايرور مباشره. طيب اذا انا بدي اكتب على ملف، في عندي كلاس اسمها فايل رايتر. فايل رايتر تمام، فايل رايتر. هذه الفايل رايتر هذه بتمكنني ان اكتب على هذا الملف. فانا بدي طبعا استدعيت اللي هي الكلاس هنا، بدنا نعطيها اسم نسميه FW تساوي نيو فايل رايتر. وهنا لازم احط بداخلها اللي هو الفايل. طبعا هنا لازم انا اعمل اد لا او اعمل امبورت لا اللي هو الفايل رايتر. فايل رايتر امبورت اكسبشن ايو اكسبشن. طبعا ممكن نضيف الايو اكسبشن على الثرو. هاي تخلصنا من هذا الايرور باضافه الايو اكسبشن على اللي هي مع الثروز. ممكن في طريقة تانية، يعني أنا ممكن ما أحطش الفايل هنا، ممكن أخذ هذا كله المسار كله، يعني عفوا ممكن أخذه كله أقول له كنترول سي وأجي هنا أحطه كنترول في، هيك بيمشي الحال. طيب هاي صيغة، فهذا الصيغة يعني أنا راح أضيفها وأخليها موجودة. تمام، يعني عشان يعني تظل الصيغة موجودة عندكم. بس أنا بديش أشتغل زي هيك، أنا بدي أشتغل بالترتيب، يعني بما أنه عرفت هنا فايل خلينا نستفيد منه بدل ما أعيد الكتابة. طيب طيب بالنسبة للفايل رايتر برضو ينطبق عليه بالضبط نفس السكانر. أنت يوم ما بتفتح الفايل رايتر لازم تسكره، فخلينا نسكره من الآن فايل دوت كلوز. طيب طبعا كتابتك كلها بدها تكون قبله، بينفعش تروح أنت بنفعش تروح تقفله وتروح تكتب بعده كود.
كويس، هذا دائما بكون في نهاية الملف، أو مثلا ممكن ما تكتبوش الآن، ممكن تخليه لحد ما تنتهي تماما من الكود تبعك، وبالآخر تروح تكتب له الفايل رايتر دوت كلوز. طيب إذا أنا بدي أطبع الآن على ملف، تمام، بقدر أعمل اللي هو fw دوت، هنا في عنا اللي هي ميثود موجودة هنا اسمها اللي هي write، هيها method dot write، وبتاخد اللي هو string هذه. فmethod dot write، وهنا ممكن أقول له مثلا نص معين، يعني ممكن نقول له إيش نحكي له، كويس، كمان مرة file writer dot write، نقول له lecturer at lecturer، خلاص fw dot write programming course، خلاص بكفي. طيب طيب الآن أنا لو بدي أجي مثلا أنفذ هذا الكلام، أنا قاعد بكتب على أي ملف اللي هو example، وexample لاحظ أنت هان لو نيجي نفتحه راح ألاقي في قلبه شوية كلام. طيب خلينا نشوف، نقول له run، قال لك successful. نيجي هان نفتحه راح ألاقي إنه راح كتب لي اللي هو دكتور خالد، بعدين lecturer، بعدين programming course بهذه الصيغة. كتب لي اياهم ورا بعض، ما فيش عندي اللي هي موضوع اللي هو سلاش ان، لكن اذا انا بدي احط سلاش ان، انا ممكن احط سلاش ان في هنا في هذا المكان سلاش ان، واقول له run، راح يروح يعدل لك الكلام كله، راح يطبع من اول وجديد ويطبع لك اياهم بهذه الصيغه. في بعض الاحيان ممكن الاي دي اللي عندك اذا كان قديم، او الاي دي اي قصد اللي هو النت بينز، او ممكن يكون اللي بيستخدم مثلا اللي هو الانتلي جي، او اللي بيستخدم كليبس، ممكن يطلع الكلام كله مع بعض او ورا بعض مباشرة بغض النظر كتبت سلاش ان او ما كتبتش سلاش ان. فانت في بعض الاحيان بدك تستخدم حاجة بدكاش تكتب على ملفه، بس انت بدك اياه ينكتب وكأنه مكتوب، يعني بدك اياه يكون بصيغة الاوتبوت، يعني انت يعني لما بدك اياه ينطبع هنا مثلا بدك اياه ينطبع زي ما انت كتبته بالضبط هان. ففي عنا كمان كلاس تاني بنستخدم، تمام، بنستخدمه. الكلاس التاني اللي بنستخدمه اسمه فايل برينتر، او فايل برينتر، اللي هي هي في عند الفايل رايتر، وفي عنا الفايل لا البرينت رايتر، البرينت رايتر، البرينت رايتر، اللي هي نسميه pw تساوي new print writer، مظبوطة هيك، تمام. وهنا طيب الآن البرينت رايتر طبعا بدنا نستدعيها، نعمل import لإلها. البرينت رايتر هنا ايش بتاخد؟ يعني لاحظ انت الفايل رايتر هنا اخذت عندي الفايل، البرينت رايتر بتاخد اللي هي الاف دبليو، اللي هي الاوبجكت الخاص بالفايل رايتر. انا بدي اكتب على ملف بدنا الفايل رايتر، بس بدي اياه ينكتب بتنسيق، بنستخدم الفايل برينت رايتر. يعني البرينت رايتر وظيفتها انها تكتب لي على ملف بتنسيق معين، بتنسيق معين. طيب خلينا نشيل هذا الكلام، او ممكن يعني خلينا بس نشيل او ناخذ هذا الكلام كله هيك، هي كنترول سي، ونحطه في النهاية هنا عشان يضل لكم هيك. طبعا هذه البرينت رايتر ما كانتش موجودة، خلينا نشيلها من هنا. هذا المثال اللي احنا شرحناه. طيب نرجع، هل قلت الفايل عندي هيو اللي هو مسار الملف، الفايل رايتر انا بهيئ الملف قاعد اني ابدا اكتب عليه، بس بدي اياه ينكتب بتنسيق معين، هذه عشان to print a formatted text. طيب دائما البرينت رايتر
بتاخذ اللي هو طبعا اللي هو الكونستراكتور اللي فيها بياخذ نوع الباراميتر بيكون من نوع اللي هو الفايل رايتر. فانا اذا بدي ابدا اكتب عليه طبعا اللي هي هذه بتلزمنيش. اذا بدنا نبدا نكتب عليه بدنا نقول له bw.println print ln زي system.out، بس هذه وكانه بقول له system.in يعني روح اطبع لي على الملف. طيب بنقول له print writer.print ln خلينا نقول له my name is yes، ونقول له هنا bw.println PhD holder pw.println teaching programming to pw.println ايش بدنا نحط كمان؟ خلاص نقاط. طبعا هنا زي ما احنا زي ما كتبنا اللي هي الفايل رايتر دوت كلوز، برضو قبلها بدنا نحط اللي هي البي دبليو دوت مين دوت كلوز. طيب الان نيجي ننفذ هذا الكلام. قال لك اللي هو البيلد سكسسفول، خلينا نيجي نشوف الاكزامبل ايش صار فيه. راح كتب لك اللي هو الكلام اللي احنا كتبناه بالضبط. طبعا لاحظ احنا في الكلام اللي احنا كتبناه في النص هان ما حطيتش اي سلاش ان هان. ليش؟ لانه بقول لك print len يعني اطبع لي اياها في سطر وانزل على سطر بسبب اللي هي الان الموجودة في هذا اللي هو المكان. هيك شفنا كيف اللي هي الفايل رايتر او الفايل فايل رايتر ايش بتعمل، البرنت رايتر ايش بتعمل. تمام، بس لاحظ يعني خلينا نقول مثلا هنا بدي اقول انه lecturer. طيب ونيجي نعمل تنفيذ، لاحظ انت انه ايش قاعد بعمل، بغير، قاعد بعدل لي اللي هو بعدل لي على الكلام الموجود عندي في هذا الملف. طيب انا بديش الملف هذا، يعني مثلا خلينا نحكي بانه انه هذا الملف مثلا، تمام، هذا الـ هذا الـ هذا الجافا بروجرام بدي اياه لما بنفذ اي شغله معينه بدي اياه ياخذ الكلام الموجود هنا ويخزن لي اياه في الملف. في المره الثانيه بدي اياه ياخذ نفس الكلام اللي هان او الكلام اللي نتج هان، بدي اياه برضه يخزن لي اياه في الملف مع عدم حذف الكلام السابق. الكلام اللي فات انا بديش اياه يحذفه، فأنا بدي أعمل حاجة اسمها أبند. يعني أنا بدي الكلام الموجود هان، هذا الكلام الموجود فرضا أنه موجود عندي 500 سطر معلومات سابقة أو يعني طرق الـ يعني الأوتبوت من عملية اللي هي الرن لهذا البرنامج أكثر من مرة، بدي إياها، بديش إياه يحذف لي إياها. فإحنا ممكن نعمل اللي هي طريقة اللي هي الأبند. الأبند هذه كيف بتصير؟ يعني ممكن إحنا نروح على اللي هو البرنت رايتر او عفوا على الفايل رايتر. هنا لاحظ هنا الفايل رايتر هذا اذا بتذكر موضوع البوليمورفيزم انه في عندي هنا هذه عبارة عن ايش، يعني انا لو بروح على الفايل رايتر كلاس راح الاحظ انه موجود في عندي كونستراكتور، والكونستراكتور بياخد باراميتر من نوع فايل. في عندي كمان كونستراكتور اخر موجود، تمام، بياخد تو باراميترز، اول باراميتر اللي هو الفايل والثاني بياخد قيمة بوليان، قيمة بوليان، وهذه القيمة البوليان اللي هنا هذه بتقول لك هل بدك تعمل أبند ولا لا. يعني خلينا نحطها هان true to append أو to enable append appending text، خلينا نقول هنا false to disable، أو يعني هو by default أصلا false باي ديفولت. لو شلت هذه تمام خلاص هو بيعرف انه في عندي انه ديسيبلد، هذا ديسيبل ابندنج تكست.
طيب فاحنا بدنا نخليها ايش اللي هو true الان. طيب ونحاول الان يعني ننفذ هذا الكلام, نقول له run. طبعا الكلام الموجود عندي هنا خلينا نوقفه هذا كله ونحاول نفتح الملف من جديد ونشوف. لاحظ راح الكلام الموجود عندي هان خلاه وراح عمل أبند اللي هو الكلام هذا. خلينا نوقف هذا الكلام أو نحاول نغير على هذا الكلام, نقول هنا دكتور وهنا teaching programming مثلا كمان واحد. طيب ونحط بدل الثلاث أسطر هذه أو ثلاث نقاط ونعمل run. نرجع على الملف ونشوف, راح ألاقي إنه ضاف لي الكلام هذا في هذا المكان. طيب ففي كل مرة أنا بعمل run لهذا الكلام أو لهذا النص أو لهذا اللي هو التكست الموجود عندي تمام اللي هو في هذا الملف أو في هذا الكلام, بسبب اللي هي true هذه راح كل حاجة بتنفذها أو كل حاجة بتكتبها على الملف بمسحش اللي قبل, بيظل محتفظ بالكلام الموجود في اللي هو في هذا في اللي هو هذا الكلام الموجود عندنا. طيب خلينا نشوف يعني المثال اللي احنا كنا او اللي اشتغلنا عليه قبل شوية اللي هو مثال. طبعا الكلام خلينا بس ناخذ هذا الكلام كله وننسخ لكم اياه برضو في الاسفل. حطه هان. طيب وهذا الكلام انا بديش اياه, خلينا نشيله. وهنا بدي انظف الكود تبعي يعني شويه. البرنت رايتر هنا بتلزمنيش. طيب خلينا نشوف المثال اللي اشتغلنا عليه يعني قبل شويه اللي هو مثال اللي هو هذا المثال بدي انسخه انا اللي هو مثال السكانر. بدي انسخه هنا احطه هنا. لقيت المثال هذا ايش بيحكي, انه روح لي على اكزامبل 1 اللي فيها اللي هي الصيغة هذه أو فيها صيغة الكلام الموجود هنا, وبدي إياك تروح تطلع لي أعلى درجة وتكتب لي إياها على ملف. بدي إياك تكتب لي إياها على ملف اللي هو اسمه مثلا اللي هو example. بدي إياك تقرأ مثلا من example واحد وتضيف لي الدرجات داخل اللي هي example. خلينا نشوف. طيب كيف بدنا نعمل هذا الاشي؟ حكينا انه هي اول حاجة هذه بتروح بتطلع لي الكلام الموجود عندي, هذا الكود اللي اشتغلنا عليه سابقا, هذا بطلع لك اللي هو مين اللي هو اعلى درجة اللي هي موجودة في هذا المكان. طيب خلينا نعرف هنا برضو اللي هو فايل, او ممكن نعرفها بالاسفل هنا. هلقيت انا قضية اني اقرأ من ملف هيو من اكزامبل واحد. الان انا بدي اعرف كمان فايل اوبجكت وياخذ اللي هي example اللي انا بضيف عليها الدرجة تمام, وبدي اعرف اللي هي الفايل رايتر وبدي اعرف البرنت رايتر. خلينا نشوف كيف. لقيتها هنا اسفلا او اسفلها, بدي اروح اكتب اللي هو فايل خلينا نقول output file output file تساوي new file, وهنا بدي اقول له موجود على السي في داخل اللي هو تيست داخل example.txt مظبوط. هيك هنا بطلع, خلينا نشوف هذه example واحد انا بدي اضيف لي اياها داخل اللي هي example. طيب هنا بدنا نعرف اللي هو الفايل رايتر fw تساوي new file writer, وهذا بتاخذ اللي هي output فايل كويس. وبعدين في عندي اللي هو البرنت رايتر اللي هي البي دبليو تساوي نيو برنت رايتر
طبعا هنا بدنا نحط اللي هي الاف دبليو. طيب ممكن تحط طبعا ترو اذا انت بدك تعمل ابند للتكست الموجود، يعني اذا بدك تحطها ترو خلاص ترو. اوكي طيب الان انا بدي اطبع الكلام اللي طلع عندي هنا في هذا المكان، انا بدي احطه داخل اللي هو داخل اللي هو الملف الموجود عندي في هذا المكان. كيف نعمل هذا الشيء؟ طبعا هذا الكلام انا ممكن كله اخذه واعرفه فوق في هذا المكان، يعني هنا اسفل هات مباشرة. خلاص انا هيك عرفت كل اللي هو الفايلز في هذا المكان. طيب بلزمني الان ان اقول له bw.println الكلام اللي بدي اياه، اقول له bw.println مثلا نقول له max mark زائد اللي هو max. كويس لقيت انا بدي يعني فتحنا البي دبليو فتحنا الاف دبليو فتحنا اللي هو الان، هذول كلهم لازم نقفلهم. انا بدي يكون في عندي البي دبليو دوت كلوز، وفي عندي الاف دبليو دوت كلوز. خلينا نعمل الان رن. طبعا هو راح يطبع لي اياها كاوتبوت وراح يخزن لي اياها داخل الملف اللي اسمه اكزامبل، راح يقرا من اكزامبل واحد ويخزن داخل اكزامبل. نعمل تنفيذ. طبعا طلع لي الدرجه اللي هي 88. خلينا نيجي على الملف الموجود عندي هان في داخل اكزامبل، راح الاقي كتب لي اللي هي الماكس مارك 88. طيب نيجي ننفذها كمان مره. قال لك الماكس مارك 88، بس هو ليش مسح الكلام؟ الترو هذه عفوا مش للف، الترو هنا الترو في الفايل رايتر. لو اعمل تنفيذ كمان مره وكمان مره راح اجي والاقي انه في عندي اكثر من مره اللي هي راح كتب لك اياهم. طبعا ممكن تجيك مثلا مجموعة أخرى من اللي هو البيانات، خلينا نقول هذه بدنا نسخها وأحطها كوبي هان وأسمي هذه مثلا إكزامبل 2 وأجي أفتحها وأغير فيها مثلا قيمة معينة، أقول له هذه مثلا 98 مثلا، مجموعة أخرى بتختلف عن المجموعة هذه. عشان نشتغل عليها بدي أروح أقول له في هذا المكان روح لي على إكزامبل 2 وافحص لي إياه وإيش بيطلع معك، روح خزن لي إياه في وين؟ في اللي هو اكزامبل. ران طلع لك انه 98. نيجي هنا على اكزامبل راح قال لك اللي هي 98. يعني شفنا هذه الاشياء الان، يعني ايش ضل كمان يعني نشرحه في هذه المحاضره. هذا الكلام طبعا كله خلينا انسخه برضه ونحطه في اسفل عشان نرفق لكم الكود. هيك شفنا يعني كيف احنا ممكن يعني نكتب على ملف، نعمل بروسيسنج لشغلة معينة ونكتب على ملف. طيب فرضا اجاك سؤال وحكى لك انه بدي اياك يعني هذا الملف الموجود عندي اللي اسمه، طبعا هذه خلينا بدي اشيلها. طيب قال لك في عندي فولدر اسمه output folder اللي هو اسمه example مثلا، او مثلا ممكن اسميه انا output. هنا بدي اسميه output واقول له اللي هو output file dot create new create. طيب create a new file وهذه الان طبعا خلاص انتهينا منها. لو قلت له run الان ايش راح يعمل؟ راح ينشئ لي اللي هو output. طبعا
طبعا انا بس بدي انشئ اوتبوت فولدر او فايل. خلاص الان هذا بتلزمنيش سطر. طيب عرفت انا هنا اللي هو الاوتبوت فولدر او اوتبوت فايل، وهذا المسار تبعه اللي باشر عليه، وعرفت برضو الفايل رايتر ودخلنا الاوتبوت فايل فيه كباراميتر، وقلت له بدي اياك تعمل لي اللي هو ابند للتكست، وطبعا كتبنا اللي هو عملت اللي هي البرنت رايتر عشان النص يكون منسق لما انا بدي اجي ادخله في هذا الملف. فرض انا جاك سؤال وحكى لك انه انا بدي اياك يعني من خلال شاشة الاوتبوت هان تدخل نص، تمام، وكل النص اللي بتدخله بدي اياه اوتوماتيك يضل يروح يتخزن في داخل اللي هو الملف، في داخل الملف. خلينا نشوف انا ممكن كيف نعمل هذا الاشي. طبعا بلزمني سكانر، سكانر ان تساوي سكانر، بما انه انا بدي ادخل كلام من الكيبورد، فانا بلزمني اللي هي سيستم دوت ان، مش انترفيس دوت ان، تمام. بلزمني هلقيت انه يعني اللي هي while loop، اقول له while true، انه او بلزمش بديش اضلنا ادخلها، ممكن نطلعها برا. هذه نقول له مثلا دخل لي text input او enter a text، تمام. أنا بنقول له اللي هو while true، التكست اللي بدي اياك string، بدنا نعرف هنا اللي هي string s تساوي لا شيء، عملنا initialize، وانا بدي اقول له الاس تساوي اللي هو الان دوت next line. طيب فهذه ايش بتسوي؟ ال bw.close ال fw.close unreachable statement. ليش؟ خلينا n dot close شاكك انه احنا قفلنا جوس زيادة، هذا البابليك وهذا الستات اللي هي المين. هاي الفايل fw bw bw file، ايش معنى؟ طيب بلاش، طيب مش مشكلة، كمان شوي بنرجع لهم. طيب انا اللي بدي اياه، انا انه بدي اياه من خلال جملة السكانر هذه، انه كل شيء بدخله من خلال الكيبورد في شاشة الاوتبوت هان بدي اياه يتخزن في داخل اللي هو الملف، في داخل اللي هو الملف. فأنا كيف ممكن أعمل حاجة زي هيك؟ طيب يعني أنا هذا يعني خلينا نحكي إنه عملنا رن، طبعا في هذه الحالة مش راح يوقف بالمرة. لو عملت رن راح يقول لك انتر تكست، أول ما تدخل مثلا حاجة معينة هان أوتوماتيك بروح بخزن لك إياها في داخل اللي هو الأس، تمام. فأنا ممكن أقول له هنا إنه ال bw dot print ln، وهنا دخل لي اللي هو الاس. انا هي قلت له خزن لي كل حاجه موجوده في داخل الاس، كل حاجه بتكتبها وتم تخزينها في الاس دخل لي اياها في اللي هو في هذا اللي هو في داخل الفايل. طيب في هذه الحاله يعني مش راح يوقف بالمره الا اذا قلنا له مثلا هنا انتر مثلا اكزيت مثلا
exit quit to our type type done to exit. يعني راح يكتب اللي هي اكتب done بهذه الطريقة عشان يطلع من البرنامج. إذا تم كتابة done لحالها في سطر واحد بدنا إياه يطلع. فأنا بدي أمسك هذه الأس وقارنها. الآن بدي أقول له اللي هو if statement هان وأقول له اللي هو الأس dot equals ignore case اللي هو done. هيك اتفقنا. عندك كتابة كلمة done بدي يعمل ايش اللي هو break يطلع من هذا اللوب. else يروح ايش يعمل اللي هي الكلام هذا الموجود عندي هان يروح يخزن لي اياها في الملف. طيب وهذا خلينا نطلع منه هيك. هذه جملة الوايل هيك تمام. وهنا بدنا طبعا نحط جمل اللي هي الاكزيت اللي هي الان دوت كلوز وفي عندي البي دبليو دوت كلوز وفي عندنا الاف دبليو دوت كلوز. طيب هيك تمام. خلينا ننفذ هذا الكلام ونشوف. قال لك انتر التكست تايب دان تو اكزيت hello world this is java course it is programming 2 our lecturer is Ismail I have a wonderful students in my class. نحط هيك. احنا قلنا بدنا نكتب done. خلاص. نيجي على ملف اسمه الاوتبوت واشوف هل خزن لي الكلام اللي انا كتبته ولا لا. نيجي هان على اوتبوت راح الاقي الكلام اللي انا كتبته كله موجود في هذا المكان. تمام؟ طيب نرجع هنا. انا كتبت له على اللي هو true. خلينا نفذه كمان مرة ونشوف. Sorry I made a mistake my students are awesome done. خلاص طلع. نيجي هان ونشوف ايش بده يسوي. راح يلاقي عمل لي append للكلام هذا الموجود عندي هان. هيك يعني بنكون يعني انهينا او قطعنا يعني جزء كبير من موضوع اللي هو الفايلز. راح نكمل ان شاء الله في المحاضرة التالية. راح ارفع لكم الاكواد كلها. طبعا هذه الملفات مش راح ارفعها. انتوا شفتوا ايش بالضبط اللي كنت اكتبه هان. فانتوا يعني شوفوا بالضبط تبعوا المحاضرة وشوفوا بالضبط ايش كان الاشياء اللي يعني اللي بنكتبها. وحاولوا انكم تعملوا او تلعبوا في اللي هو الدايركتوري المسار الخاص بكل الاشياء اللي هي موجودة عندي في هذا اللي هو المكان. تمام. طيب هذا بالله التوفيق. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.